صباحكم الله بالخير وتقبل الله طاعتكم، حياكم الله في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج بالسنتر. نتمنى الحلقة تحوز على رضاكم وإعجابكم من خلال ما يطرح من نقاش مع الكباتن. اليوم معاي النجوم الكبار بدر العنبري، وائل سليمان، ظاهر العدواني، وسلمان عواد. مساكم الله بالخير يا شباب، مساكم الله طاعتكم، حياكم الله. البداية مثل ما اتفقنا راح تكون البداية سريعة ونشوف مسارها من خلال الهيدلاينز، بس لازم أسأل أخوي ظاهر العدواني، شنو الغرامات هذه؟ ايش فيك ظاهر؟ يعني قاعد تكلف النادي صراحه، انا قاعد الغي الكوائر الحين اشكره على الهواء مباشره. انا قاعد قبل حلقه خايف منك الحلقه، وادري ادري وانا قاعد اركدك اقول لا ماكو شيء كذي عشان ما تمنعني، لان اذا وعدتك على الهواء خلاص. لا ظاهر طبعا اذا بتكلم معرفتي فيك ومحبتي لك بقول اكيد مو مستحق، لكن انا اقول وفق ما ارى المستندات واللي ظاهر امامي والبرهان انك لا غلطان. لا لا هو ما في شك طبعا، اي عقوبة انا ما اقول انه مو غلطان، انا غلطان في الموقف هذا، بس الموقف اجبرت اني يعني ارتكب الخطا هذا، لان انا كان عندي ايقاف مبارتين وكنت قاعد على المدرج، فحصلت مباراتنا تحت 21 مع الجهرة انه بتصير مشكلة كبيرة، فانا نزلت عشان يعني او كادت حصلت يعني عشان تمنع اي المشكلة. فانا عشان نمنع، لان احنا المباراة اللي قبلها انطرد منا 4 وايقاف 6 لاعبين 3 انذارات وهذا، فكان عندنا نقص كبير، فاني اضطريت اني ادش داخل على اساس ان افك الهوشه والمشكله لا تصير احصل، ورجع ثاني مره مكاني. فهني مراقب المباراه قال انت موقف ما يصير تدش. اذا ما في احد يمنع الا انت؟ شلون؟ ما في احد يمنع يدش يمنع الا انت؟ مو عن هذا بس يعني ما قدرت تمسك نفسك. اي يعني انا خفت يعني خفت ان لا يتوقف اللاعبين واجد اكثر يعني. كان الموضوع يعني صار اكبر، وبعدين انا ونواف جابر والربع يعني حاولنا كثر ما نقدر ان نوقف المشكله لا تصير يعني. اخي مشاكلكم بالمراحل السنيه كثيره صار. اي لا كثير مشاكل بشكل عام في المراحل كثير، لكن ترى خلينا بس يعني نكون امينين، المشاكل صح يتحملها الجهاز الاداري، المفروض انه يكون حريص ويكون اكثر هدوءا الجهاز الاداري والفني، لكن مرات صراحه عنا بشر بالنهايه، يطلع الواحد عن طوره، قرارات تحكيميه صراحه ما انزل الله بها من سلطان، تصرفات بعض الحكام مع اللاعبين، طريقه اسلوبهم كلامهم، لكن هذا ما يعفينا ان نقول احنا غلطانين، لا غلطانين، لكن بعض الرات تحت تاثير الحماس القول الحماس اللي في المباراه الانفعالات داخل المباراه ممكن يطلع منه تصرفات ما ترضي يعني مثلا لجنه الانضباط، لكن بالنهايه يعني اعتقد هذه اخر غرامه بالنسبه لك. لا المفروض خلاص يعني لا يعني ولا المفروض لا المفروض انه المفروض دبل باذن الله. ها خطا الثاني المفروض دبل والثالث لا بدر العنبري خليك بعد شوي على المباراة الكلاسيكو. نعم. عندنا سؤال نعم ليجبل، بس لا انا في سؤال كل ما بيسأله انسى، ما نتكلم عن المراحل السنية عشان اروح حق ابو سليمان. فعلا ما يعطون ملابس الاندية يعني تكرم ويكرم من يشوفنا الجواتي ما يسلمون لابتشين؟ اي هذه من زمان يعني من زمان مش كثر يعني انا اعتقد مو اقل من 20 كل الانديه؟ ايه وانا كولي امر المفروض انا اروح اشتري؟ إيه؟ كل الانديه اشتري ب 120 دينار وعندي مثلا يعني ممكن نادي يقوم ببعض المساعدات بعض اللاعبين بس شكل استثنائي، بس ما هو مطلوب من النادي انه يوفر لك لابتشين مو مطلوب حاليا مو إيه؟ قبل لا قبل يعطون إيه؟ قبل متى قصدك؟ يعني انا اتكلم على الاقل بدايه التسعينات إيه؟ يعطون انا دربت المراحل السنيه ما بالألفين إيه؟ ما في قبلها كانوا يعطون، انا يعني متاكد ان كانوا يعطون بدايه التسعينات على ايامنا يعطون لا بالتسعينات يعني اتكلم على 95 انا اكيد يعني يعطون. شنو هذا الموضوع؟ شنو عندك فكره عنه؟ لا يعطون تكرم لا كانت على ايامنا لا مو ايامكم قبل يعني 90 اتكلم على 95 اكيد حاليا لا تكرم لابتشين لا تغذيه لا بسط صحيح ما في لا بسط فيه ولا شيء بسط مو كل الانديه بسط مو كل الانديه بعض الانديه، ولكن للاسف الاساسيات اللي كانت موجوده انقطعت. اعتقد يمكن مو باقي اللي يقول لهم والله ملابس المباراه تجيبوها من عندكم. انا يعني هذا واحد قال لي حتى يعني الفلاغ الكساره يقول ما يعطون لا كسارات انسى كسارات اي كله ما في شنو بس لبس المباراه. انا جهز ولدي بس لبس المباراه. نعم بس لبس المباراه والله العظيم حاليا اغلب الانديه اغلب الانديه لا لغات المباراه إيه؟ خلوني الله يكرمكم ويكرم سامع اللابتشين اللي هو اغلى شيء باللاعب يكلف تكلم عن 100 فوق يعني لا ما تكلم عن 100 على الاقل هذه مستلزمات اللاعب إيه؟ انا ما اقول لك والله اعطى 100 ولا 200 في تكرم اللابتشين. انا عندي مثلا انا ولي امر عندي 3 لاعبين بالنادي اوكي
يكلفني يعني ادش لي ب 670 دينار تجهيزات ما يصير بعد. لازم النادي هذا مو ناجب ولي الامر، هذا اقول لك لازم النادي يشارك. لا لا عفوا، حتى النادي مو انت مو مطالب كنادي تجيب لهم باسعار عاليه، في لوابشين وفي معتمده ب 20 و25 و15. بس حتى ابو شاهد بس يا جماعه، لا لا شوف النادي انا اعرف واجد كثير عندي يساهمون في جزء يعني اللاعبين، لكن حتى قبل ايامنا يعطونا لابشين بس يقول لك اذا انت ما يعجبك روح زيده بس. صح إيه؟ بس كانوا يعطونك في مقاييس السابق. بدر لازم اخذ رايك في الموضوع هذا، خل شوي الكلاسيكو يستريح نرد له بعد شوي. في المقاييس السابقه كان يعطون كوبو مونديال، كوبو مونديال كان اعلى شيء بالسوق، فيعطونك الحين في المقاييس يا جماعه غاليه بعد، ما تقدر انت تقصر ويا ولدك وتعطي اقل شيء. ما حد يلبسه، هو الاسعار اختلفت، خلنا ما نختلف عليه بس ما قال بس. بس انت بالسابق كان عندك سيستم اكل توصيل ملابس تكرم احذيه، هذه التزامات اوليه للنادي يدفعها، عاد انت تزيد انت تنقص. صح. انت هذا موضوع الاساسيات، لكن الاساسيات وكانت يعطونك يا كروت يا تروح من هذا، يعطونك كوبون مثلا 40 دينار هذه يقول لك زيده زيده، وبنفس الوقت والله كانوا يعطونك افضل شيء. ايه؟ افضل شيء نعم. افضل نوعيه كانوا يعطونك، يعني اغلى شيء. افضل شيء معناها اغلى شيء. تفسر لي الحين شو اللي قاعد يصير؟ كله تقلص. ليش الأندية قاعد توفر؟ كله تقلص لأنه خلينا نكون واقعيين، أنت الآن اللاعبين مو نفس اللاعبين، يعني يبي جوتيين ثلاثة جوائز. اجعلني واحد. زادت الأسعار. اجعلني واحد. المفروض أنا كنادي أسوي اللي أنا أسويه سابقا، يبي يزيد يبي ينقص يبي يغير، هذا شيء حر نفسه. يبي يجيب كسارة قالية ولا شكل جديد، قصدي لون جديد وخلاف كيفه. بس الأساسيات اللي قالها أبو سليمان هذه كانت موجودة وإحنا صغار. صحيح. عشنا عليها. سلمان انت يعني وكبير قدر بس اصغر اللي موجودين، لاي فتره كانوا يعطون؟ احنا وين اذكر لي بدايه يمكن 95 96 نهايه التسعينات، نهايه التسعينات يمكن انتهت هذه، لكن صح مثل ما تفضل كان ملزم النادي بالمواصلات وبالتغذيه اللي هي مستلزمات اللاعب، بالتالي الحين بالملابس تجهيزات الشخصيه ما في اللاعب. مع انه يعني المستغرب انه قبل كانت ميزانيه النادي يمكن 100,000 ما ادري، الحين زادت 10 مرات تقريبا، يعني افترض انه يعني تزيد اعلى جوده. اي اعلى جوده وتزيد يعني لا 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 اهتمامك باللاعبين على مستوى النادي كام. لكن أنا الان صراحه ماشي. احنا قبل نذكر يمكن كانت اي مباراه كان يعني اذا كانت مبكر التغذيه موجوده، ما نقدر ناكل بالبيوت، ما ناكل بالبيت. اي موجود يعني بالنادي ناكل على طول هناك، وترى الاكل مهم. انا غدا فتره الغداء قبل المباراه ما تكفى بدر، ما ابي اروح حق الظروف كلها، انا بتكلم على الاساسيات. الان انا مع انا ولي امر ولدي ما اقدر اوفر، يبي ب 100 دينار وانا ما اقدر اوفر، يعني على قد حالي ما اقدر اوفر، وهذا وارد الاسر المتوسطه. لا اذا مميز لا تخاف عليه. انا اقول لك اذا مميز لا اذا في استثناءات. لا لا لا, 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 لا شوف اخوي ماهر ما يخاف، لا تختزل الاساسيات باللابتشين. صح. التغذية قبل المباراة مهمة، هذه لها مهمة جدا. أولا الحين مو موفرين، لا لا أولا من ناحية التغذية، ثانيا من ناحية العلاقات بين اللاعبين وبين المدربين والجهاز الفني والإداري. الأمر الآخر أيضا، حتى اليوم نتكلم عن اللاعبين في الفريق الأول، ما حد قاعد يروح بالباص حق المباريات، كل لاعب قاعد يروح بسيارة تحت 21 ما يروحون بالباص. قاعد أقول مو الفريق الأول تحت 21 ما يروحون. الأمور هذه احنا نعتبرها كلاعبين الأساسيات. احنا لما كنا نروح بالباص بتنحمس بعض ومتى نشد حيل بعض بالباص، ترى والتهاوشون وكل شيء. لا لا بالباص لما نروح شدوا حيلكم يا شباب. صحيح. يلا واحد يجيني قبل المباراة من الساعة، واحد يجيني قبلها بربع ساعة. أرجع وأقول الظروف هذه كلها صح، بس أهونها وأقلها التجهيزات الشخصية للاعب. ترى أبو شاهد الحين التغذية أنا حلويات قبل الباص، ما يصير قبل المباراة يخربكم كذي قبل المباراة حلويات. مشاهد التغذية الحين ما عاد يمدي تخلي الولد يتغذى ياكل يعني في النادي. اول شيء اصبح اللاعب يطلع من يعني المدرسة ثنتين او بالجامعة ما في وقت، زحمة صراحة الشوارع ما في وقت يعني. فانا اعتقد ان الغاء التغذية هذا مبرر يعني. والله يعني السابق احنا بالسابق نفس الظروف بالسابق نطلع من الجامعة نوصل نروح المباراة نفس الظروف كانت. بس قبل اقول مشوارك خمس دقائق الحين مشوارك ساعة الا ربع. المفروض نرجع نقول هذه الامور كلها مهمة، لكن انا اتكلم عن التجهيزات الشخصية. اذا يخلون المباراة مبكر خلكم معي الربع، خلكم معي عشان نبي نروح حق الهيدلاينز. التجهيزات الشخصية اتكلم عن الله يكرمكم عن اللابتشين، اتكلم عن الكسارات، اذا ما جهزها النادي والله ما ودي ما ودي. هم يجهزونه ولا كيفهم؟ حتى الادلاغ واحد
ما يصير تغسله لو ينقطع لا شنو الكلام لو شريته اليوم باكر انقطع ما يصير والله ما يصير يعني هذه اساسيات فعلا اساسيات تبون نروح حق التغذيه ونروح حق الاهتمام الشخصي وال لا سؤال احنا ليش كنا كذي وصرنا كذي ما ادري كنا فوق ما عندي يعني. ما عندي اجابه يعني انا تفاجأت فعلا يعني اليوم تفاجأت واللي قال لي الموضوع اللاعب او ولده قاعد يلعب بنادي مو اي نادي يعني ما ادري عن الانديه الاخرى الصغيره يعني ما ادري طيب هذا الموضوع ان شاء الله بنناقشه مستقبلا خلونا نروح الى الهيدلاينز طبعا بدر متحمس يبي يتكلم عن مباراه كلاسيكو حاضر يبي حاضر نروح الهيدلاينز ونشوف مسار الحلقه ونرجع ان شاء الله معاكم كرة محاولة ناحية اليمين كرة عرضية انحاز الله كرة الأمامية انفراد الهدف مباراتي اليوم إن شاء الله في المجموعة مجموعة الأربعة أو كما سميت أو اصطلاحا مجموعة البقاء أو صراع البقاء إن شاء الله بنناقشها بعد شوي في تقارير وفي تفاصيل لكن بدأ غرد مبروك أربعة أنا بارك لك لأن أنت ريالي لا أنا ريالي لا مريالي أنت مستانس صدقني أنا مريالي بس أنا أحب اللعب الجيد أنا ليفربولي لا الجيم الثاني متعة صدق الشوط الأول حسبالي بيخسرون إيه فعلا يعني كانت برشلونية مثل ما يقولون لكن الشوط الثاني شيء متعة صراحة وفريق متعة يعرف يتعامل مع المباريات جدا صراحة جدا خاصة المباريات الحساسة يعني أنت تتكلم أربعة برشلونة وشبه منتهية من مباراة سابقة يعني تدري هالفرق الكبيرة يعني للبطولات فقط تتغلبني مثل ما يرسلوا لي البرشلونيه احنا ثلاث مباريات انت تبي توصل له معلومه تكفى قول له بالاسم وصل له المعلومه كذي مباشره اذا يشوفنا وصل له كذي مباشره اليوم يومك اي قول له قول والله انا ما بيحرجه بصراحه وايد وايد اي قول لهم على الرساله انه شنو نزلت لهم انا ما خليته ها زين اي ما خليته انا الفيديو هذا بعطيك اياه وانت تتصرف لكن بكل الاحوال ترى عندكم بنزيمة اي والله يا اخي شنو هذا زي مودريتش ما شاء الله على هالسن هذا وكلهم كبار كلهم كبار وانتم هني اذا صار 30 ليش ما يعتزل ليش ما يعتزل ها ومؤذين بدر مطوع مسكين ليش ما يوخر ليش ما يوخر ايش قصدك يعني وائل انت قصدك لا مو لا مو قصدك بشكل عام يعني اللاعب المميز اللاعب المميز يستمر بحريه نفسه زين عندك احد بديل عنه قول له تفضل سمعت انا ترى حسبالي بس انا اسف لا انت دخلت بلويا مع وائل لو انت ما بدي اوصل حق وائل بس قلت اوصل عن طريق لا مستانس زين انت ما لك شغل فيهم انا قاعد على اعصابي صار ما شفت المباراه ما لك شغل فيهم ريح بالك والله انت تشجع انا والله ما شفت المباراه قاعد اتابع بس انت تشجع شو كرتبك؟ ما يقول تفكر؟ خلي يقول لا يفكر انا نفسك احب الكره حلوه بس يعني اميل الارسنال صراحه اشجع الارسنال ايه عشان متصدرين لو متصدر انا خايف من ردك انا عشان شيء تاخذ المتصدي ها لا بس لا ارسنال ما ياخذ دوري انا واثق الحين شوف امتار الاخيره يعني بس ما راح ياخذ دوري هذا وجهه نظري بعدين يرجع يقول لي ما يصير ارجع ما يصير وجهه نظري امنيتك لا وجهه نظري صدقني بالعكس انا عندي اخذ ارسنال ولا اخذ مانشستر سيتي منافس ليفربول السنوات الاخيره مانشستر سيتي بس احنا نشوف تضحك انت تشيلسي ما لك علاقه بالموضوع كله ما راح ياخذ 15 من جن ارسنال وراها ها من ياخذه؟ سيتي؟ تعجبني ليش ضحكت على المفروض ما يدني يعني؟
لا لان مو متعود ارسنال لاعبين شباب افضل فريق حاليا يؤدي كره قدم ارسنال لكن مو متعود على الضغط اللي كل اسبوع وانه يفقد اي نقطه ممكن يروح متماسك متماسك توقعنا انه متماسك يفلت الوضع منه متماسك وممكن ياخذ دوري لكن انا اتوقع انه ما ياخذ على ايدك انا ايدك اتوقع انه ما ياخذ مباراته مع السيتي الفصاله راح تكون اعتقد عنده مع ليفربول لا الصراحه ليفربول مو في احسن حال لكن السيتي العقبه اذا بصير عنده بس خمس تو ناس يعني عنده ثمان عنده مباراه سيتي ممكن تصير خمس مع مباراه لحد الان في فارق يعني اي تعثر ممكن يروح الدوري وهذا اللي اتوقع ما في احد بعد يتكلم عن شيء عالمي خلاص الحين بنسكر الباب العالمي خلاص بنروح حق شغلنا ما نقدر نتكلم بس انا نشوف انت متى العالمي تشوف انت متى كل طبعا كل هذه رساله والرساله حق ربع اللي قاعد يطرشوا له راح الفيديو راح اعطيك اياه وتصرف فيه مثل ما تشاء ما اذكر اسمائهم انا ولا ودي اي ما عليه ما عليه راح يعرفونهم راح يعرفون طيب عندنا عده اخبار عندنا عده مواضيع بنتكلم عنها قبل المباراه منها الجنرال وعودته الى بيته نادي القادسيه عندنا تقرير وبعد التقرير لدينا شويه امور بنناقشها لكن كل الأحوال مبروك لنادي القادسية عودة الجنرال ومبروك للجنرال عودته إلى بيته بعد التقرير لدينا حديث محمد إبراهيم يعود لبيته وعشقه الأبدي متوليا قيادة دفة تدريب فريق القادسية خلفا للمدرب الصربي بوريس بونياك بعد أن أعلنت إدارة القادسية فسخ التعاقد معه بالتراضي الجنرال عاد والأمال والتطلعات انتعشت للجماهير القدساوية مع هذه الابتسامة المتيمة بحب القادسية لا هو بيتي أكيد يعني هو اللي سواني يعني من غير أي كلام آخر القادسية هو اللي سوى محمد إبراهيم وسوى غيره سواء لاعب أو مدرب شكر كبير لمجالس الإدارات شكر كبير للأجهزة الإدارية شكر كبير للنجوم اللاعبين اللي كان كله في عمل أو مع القادسية خاصة في فترة محمد إبراهيم مشكلة القادسية هذه سهلة مو يعني يمكن حنا نصعبها لأن أنت علمت عودت جماهير القادسية عودتهم على البطولات هاي مشكلتك بس هاي مشكلة القادسية اليوم الكل متعطش الكل مستعجل فترة سابقة غير عن الفترة الحالية نجوم كبار مؤثرين في المنتخب الأول غابوا عنك خمس إلى ست عناصر ما هي سهلة الآن هذه الخمس إلى ست عناصر يلعبون في أنديتهم بل يبارون القادسية فقوة كبيرة من خلال أندية أخرى أمام القادسية إن شاء الله خلال المرحلة القادمة إن شاء الله يكون القادسية أيضا طرف في هذه البطولات إن شاء الله المخضرم الوطني محمد إبراهيم يعرف جيدا البيت القدساوي فهو ابن النادي وحقق مع بني قادس ست ألقاب دوري أضف لذلك العديد من بطولات الكؤوس ولقب الأندية الخليجية ففي حضرة الجنرال لسان حال عشاق القلعة الصفراء القادسية سيستعيد بريقه في الفترة المقبلة وكل متابع لخبرات الجنرال محمد إبراهيم يعي جيدا أن أبو نواف قدها وقدود مع بني قادس ما أقدر أقول لك شنو أقدم الملعب هو اللي يقدم الرجال داخل الملعب هي اللي تقدم الالتزام والانضباط داخل الملعب هم اللي يقدمون هذا المهم جدا وأعتقد إن شاء الله قادرين واللاعبين على قدر المسؤولية إن شاء الله أنا أول حصة تدريبية يعني حصة تدريبية سأدخل في مباراة بكرة في هذا التوقيت يعني هل بالنسبة كمدرب يكون صعب أو أيضا ما شاء الله أنت مو غريب عليك اللعيبة لا أنا يعني أجهزتي الإدارية وأجهزتي الفنية موجودة يعني أيضا الآن يتعاملون بشكل كبير مع
معي أنا خاصة للمباراة القادمة. إحنا خطوة بخطوة إن شاء الله نستمر حتى نكون في الأفضلية. القادسية موعد في طرف قبل النهاية، ما فريق كبير فريق الكويت. وأعتقد يعني النظرة أنت تنظر إلى الدوري من خلال هناك 9 أو 8 مباريات دوري، ولكن أيضا تنظر إلى اللي يكون بيدك أكثر وأكثر، وإن شاء الله الأمرين بيدهم، الدوري والكاس إن شاء الله يكونون. لما خلال ما شاهدته من جهاز إداري مجلس إدارة، أنا حضور ودعم كبير لي أنا شخصيا لفريق، وجود الشيخ فهد طلال فهد داعم كبير، وجود أيضا أبنائي أولادي اللاعبين علي النمش وحسين فاضل، يعني هم أحد الأسباب أيضا اللي كانوا دعما أن نكون موجود، لأنهم فعلا تعلموا وشافوا البطولات وعليهم أن يعطون حق ربهم. وجودهم أيضا أنا على ثقة كبيرة، أيضا وجود عدد من اللاعبين الطيبين الممتازين المحترفين الطيبين الممتازين، وأيضا دعم أيضا من اللاعبين شباب إن شاء الله. أنا أسمع عندنا لاعبين زيني بالأولمبي، ولكن للأسف الشديد مصابين. الجنرال في أحضان نادي القادسية من جديد. محمد إبراهيم أمس ترند بكل مكان، بالدواوين، بالسوشيال ميديا، بالأندية، الرياضيين يتكلمون عن محمد إبراهيم. هذه العلاقة اللي بين محمد إبراهيم ونادي القادسية وكأن الكل منتظرها. أنا أتكلم عن اعتبارات اجتماعية شخصية بعيدا عن الإمكانيات والأدوات لتحقيق فوز أو إنجاز. فمحمد إبراهيم إحنا نشوف كاريزمته كذي، هذا مكانه الصحيح نادي القادسية، ونادي القادسية يعني وفي مع أبنائه. والدليل هذه الظروف اللي يمر فيها نادي القادسية، شافوا ان هم محتاجين محمد ابراهيم، وهذا مكان محمد ابراهيم، وهذا وقت محمد ابراهيم، ومحمد ابراهيم لبى النداء. علاقه يعني فيها كيمياء بين نادي القادسيه وبين محمد ابراهيم. لكن خلوني اخذها من ناحيه اخرى مع الكباتن. الان بدر العنبري، محمد ابراهيم وعودته لنادي القادسيه، بميزانك كذي كمراقب ومتابع، شنو ممكن حسبتها؟ شنو ممكن يحقق؟ محمد إبراهيم ولد النادي، يعني نجاحه وانطلاقته ونجاحه وتاريخه بالنادي بنادي القادسية، فمو بعيد عن النادي. هذه نقطة اللي أنت تفضلت فيها من البداية. موضوع تدريبه يعني خلكم، أنا بالنسبة لي كان مفاجئ يعني بهالسرعة هذه، زائد أنه هي فيها شوية مجازفة. مجازفة بمعنى مجازفة لاسمه نادي القادسية. الآن ما يرحم جماهيره، ما ترحم، تبي بطولة. إذا أنت جبت لي بطولة أعتقد رفعوك السماء. ما جبت بطولة أنت راح تدش يعني مغامرة؟ جدا جدا. القادسية شنو مطلوب منه هو؟ دوري؟ والله مطلوب منه كل شيء، مطلوب منه الله يوفقه مسكين. لا لا قصدي أنت لما قلت بطولة أو يتحمل. طبعا مغامرة طبعًا قلت. طبعا مغامرة. شنو مطلوب منه؟ قصدك بطولة الدوري ولا الكاس؟ كاس صاحب السمو؟ هو حاليا الكاس. الكاس. بس إنه إذا أخذ الدوري كفته ترتفع فوق وايد، وهو ما شاء الله عليه الله يوفقه. بس بشكل عام انت تدري نادي القادسيه بالبطولات، وبعيد عن البطولات صار له سنوات، ياب كل المدربين، وبالاخير حط ايده بيد ولده اللي هو محمد ابراهيم ولد النادي، واللي كان تاريخه مشرف بالنادي. فانت الان خلال الفتره هذه القادمه ما تجيب لي بطوله، يعني تهز مكانتك عند الجماهير هذه، وبنفس الوقت يعني ما راح ترحم كل الجماهير. ان شاء الله ينجح الولد محمد، يعني سي في وايد جيد بالنسبه لنادي القادسيه، وعنده الرؤيه الصحيحه لناديه يفهم له ويفهمون له. بس تدري احيانا الحظوظ تساعدك. اوكي، اذا مجازفه. وال بدر يشوفها مجازفه، انت شو تشوفها؟ اولا نقول حق كابتن محمد ابراهيم نتمنى له التوفيق ان شاء الله، ولكن يعني انا اشوف وجهه نظري ان بونياك قدم أداء مميز مع نادي القادسية، جاءهم في وقت صعب، قدر يصعد فيهم المركز الثامن إلى المركز الثالث، وقبل قبل نهائي سمو أمير البلاد. فأعتقد الأمور إن إغالته أنا ما أعرف. أنت تشوف إن بنياك بعيداً عن محمد إبراهيم، تشوف إن بنياك ما يستحق الإقالة؟ ما يستحق الإقالة، ولكن بالأخير إحنا عندنا للأسف الأندية ما تحمل المدربين من اللاعبين في حال كانوا حازمين مع اللاعبين. محمد ابراهيم اليوم مو مطالب في اي بطوله، ما يصير انا اليوم اجيب محمد ابراهيم واقول له تعال والله يلا هذه عندك انا بالدوري والكاس. لا، اعتقد محمد ابراهيم ايضا في وضع صعب جدا. لما نتكلم اليوم عن
مباراة بطولة كأس سمو الأمير أمام نادي الكويت أكيد مباراة صعبة على الفريقين، إذا لا قدر الله خسر أو إذا ما صعد أقول والله محمد إبراهيم هو السبب، أنا أعتقد أن محمد إبراهيم ما يلام على أي نتيجة. أيضا بالنسبة للدوري العام أعتقد يمكن المنافسة راح تكون شديدة بينه وبين كاظم وبين العربي وبين نادي الكويت اللي فارق مسافة كبيرة، فمو معقولة كجماهير القادسية أو إدارة القادسية في حال أن القادسية ما حقق أي بطولة أقول والله محمد إبراهيم هو السبب. محمد إبراهيم مطالب منه أن ينظم الفريق نوعا ما، وأنا واثق أن محمد إبراهيم راح ينظم الفريق نوعا ما، يمكن نشوفه فنيا أحسن، نشوف ترابط في الخطوط، نشوف سيطرة من اللاعب على اللاعبين معنويا، أنا أعتقد أن هذا اللي شنو ينظم أكثر. إذا أنت تقول بنياك كان زين، لا بنياك كان زين ولكن في بعض اللاعبين مو قاعد يوظفهم في أماكنهم الصحيحة أو مو قاعد يعطيهم فرصة، مثلا نتكلم عن سلمان الموس نشوف أكثر الأوقات في مقاعد الاحتياط مع أنه لاعب مميز. محمد إبراهيم قادر أنه يضبط الفريق إداريا أكثر. ظاهر شنو مطلوب من محمد إبراهيم أو شنو أسباب الاستعانة بمحمد إبراهيم؟ أول شيء طبعا مبارك حق بنواف كابتن محمد إبراهيم، وإن شاء الله نتمنى له التوفيق شاء في مهمته إن شاء الله، وأكيد مهمة ما هي مستحيلة لكنها صعبة أكيد، لكنها ما هي مستحيلة. هو أتفق مع أبو سليمان أن بنياك في الفترة الأخيرة قدم مستويات مع القادسية وارتقى في مستوى القادسية إلى وخلاه منافس على الدوري من كان ترتيب الثامن أو التاسع في وصل في بعض الأحيان، لكن ارتقى فيه لما كانت ظروف الفريق يمكن كانت زين، لكن أعتقد أنا في مباراة القادسية الأخيرة يمكن ما قدم ذاك المستوى بسبب النقص اللي كان في كثير من اللاعبين. وأنا أعتقد التغيير صار بشكل سريع، يعني بشكل سريع تغير المدرب وجاي إبراهيم. ونواف أنا أعتقد المفروض إذا القادسية جايب محمد إبراهيم، أنا ما أعتقد أنه جايب مدرب طوارئ ولا جايب لمرحلة معينة، أنا أعتقد أنه جايب لمشروع يكمل معه الموسم الجاي، هذا المفروض من التعيين، لأن ما بنواف اللي تجيبه شهرين أو ثلاث شهور وتطلب منه منافسة بالدوري وهو ما كان ما أمسك الفريق في بداية الدوري أو حتى في بداية القسم الثالث. فأنا أعتقد الدوري ممكن يحصل مركز متقدم، لكن أنا وجهة نظري مو من أهداف القادسية الأولى أنه يكون في بطولة الدوري، إذا حصلها شكان بها، لكن الهدف الرئيسي لأن في وقت طويل في بين تعيين محمد إبراهيم مسابقة كأس الأمير، أنا أعتقد القادسية يهدف أن الحصول على كأس الأمير، وهو عنده متسع من وقت أنه ممكن يشارك. القادسية ما هم الفريق اللي صعوبة أو يحتاج لك وقت طويل أنك تحط فيه بصمة، اللاعبين موجودين، إمكانيات، دعم، عنده جهاز إداري، كانوا لاعبين في يوم من الأيام كانوا تحت قيادته بلاعبين أعتقد فاهمين الأمر، إداريين خبرة يعني كلاعبين، عنده أعتقد نوعية المحترفين تحسنت عن الفترة السابقة، اللاعبين المحليين بعد عودتهم من الإصابات والإيقافات ممكن تتغير الأمور. فأنا أعتقد الفترة اللي بينه وبين كأس الأمير أعتقد القادسية تعيين محمد إبراهيم هدف الكأس وهدفه في المستقبل إنه يكمل. في رأي سلمان أن أندية الكويت تمتاز بالذكاء الإداري في هذا الجانب، يعني مثلا شافوا نادي القادسية شافوا أنه في هالفترة هذه يحتاج إلى مدرب قريب من الجمهور قريب من اللاعبين يفهم ظروف نادي القادسية، واتجهوا إلى محمد إبراهيم مع الأخذ بعين الاعتبار أن بنياك كان لا بأس فيه، وهذا اللي توا قال الكابتن وائل. صحيح، يمكن الخيار الأنسب لفريق نادي القادسية يمكن محمد إبراهيم، لأن بنواف يمكن الكل يعلم صحيح درب أندية كبيرة سواء القادسية ولا الكويت ولا العربي ولا السالمية ولا حتى منتخب الكويت، لكن يبقى بيته الأول واللي طلع منه واللي هاضم طريقته واللاعبين هاضمينه هو يعني محمد إبراهيم في نادي القادسية. أنا أعتقد أنه بالعكس يمكن أنا أختلف مع الزملاء أنه محمد إبراهيم ما عليه ضغط كبير الآن، يعني القادسية بعيد تقريبا نوعا ما من بطولة الدوري وما هو مطلوب منه بشكل رئيسي بطولة الدوري، يمكن المنافسة عليها أو المنافسة على مركز متقدم يمكن هذا المطلوب بشكل خاص فريق نادي القادسية. الآن أمام بطولة كأس الأمير واضح من كلام بنواف أنه البطولة بإيدي، وكلامه كان واضح أن البطولة هذه بإيدنا إحنا، فواضح التركيز هو على كأس سمو الأمير. وفوق هذا أنا أقول أنه فريق نادي القادسية حاليا بالنسبة للإمكانيات الفنية وبالنسبة للمحترفين أقل من ما كان بالسابق أيام بنواف يوم كان أو أقل من السنوات الماضية، يعني الثلاث الأربع الماضية على مستوى المحترفين وحتى على مستوى اللاعبين المحليين، على اعتبار أغلب لاعبينا انتقلوا يمكن نعرف للعرب والكاظم والكويت. لكن يعني في كيمياء بين محمد إبراهيم والإدارة
واللاعبين وحتى الجماهير. يعني انت مثل ما تفضلت في بدايه الامر تكلمت ان محمد ابراهيم كان ترند، معناته في ثقه كبيره من جمهور نادي القادسيه بابو نواف. انا اعتقد ابو نواف اهل لهذه الثقه، واتوقع انه يكون قريب جدا من حصد بطوله كاس سمو الامير. عندي هني عده مشاركات في التويتر. هني خالد شمري ابو سلمان يقول ينقص نادي القادسيه فقط الحظ، والحمد لله تعاقدنا مع مدرب الحظ. قد ساو مدريد يقول كابتن ماهر ابي راي المحللين، وبصراحه مشكله القادسيه اخر مواسم ابتعاد عن المنافسه بسبب الفار، يتفقون معي او لا؟ في احد يتفق انه بسبب الفار؟ لا لا ها اوكي. عبد السلام العنزي يقول صباحكم الخير، عوده الجنرال لنادي القادسيه خبر افرح الجميع وخاصه جمهور الامه القدساويه، ولكن انا اعتقد ان القادسيه بحاجه لشويه ضمير من البعض وخاصه الحكام. هذا رايي وقد اكون مخطئ. علي الشوفان يقول بشهد مع احترامي للكابتن محمد ابراهيم ما راح يفيد القادسيه، بالعكس اذكر كلامي بدون مجامله افضل من انقذ القادسيه بنياك. يقول كاظم العربي اقرب الى التعادل. هني إماراتي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ بدر عنبري، تقول ريال مدريد كبير، أنا أرسنال، نادي الأرسنال ما أخذ دوري أبطال أوروبا وفزنا على ريال مدريد أحسن أيامهم في سنة 2006. هني المسافر يقول السلام عليكم مشاهد وعلى الكباتن اللي معاك، خالص الأمنيات بالتوفيق للعميد الكويتاوي مع الفاحيل ومواصلة نغمة الفوز والصدارة. بشاهد توقيت على وقت السلطنة متعب شوي رغم أنكم تستاهلون السهرة، بصراحة برنامج يستحق المتابعة. شكرا على ثقتك يا أخوي، ونتمنى إن شاء الله تتابعنا دائما، وإحنا قاعد نوفر باليوتيوب ونوفر إعادات، وشكرا مرة أخرى على اهتمامك. طيب هني يقول لي بشاهد قبل بالثمانينات شغل النادي أصلي ويعطونك صيفي وشتوي شغل أصلي، الحين جميع الأندية مو أصلي ويمنعون بالأسف. ووصلني المادة اللي يعتمدونها الهيئة للأندية في اللائحة ها بالنسبة حق التجهيزات. شوفوا التجهيزات أو الميزانية بشكل عام، 25% للتعاقد مع لاعبين محترفين، 30% للصرف على التطوير الفني للفرق النادي إقامة معسكرات وما إلى ذلك، 10% للصرف على بنود تغذية اللاعبين والملابس الرياضية ودروس التقوية وعلاج اللاعبين. هني وقف، خلنا هني، للصرف على التغذية والملابس الرياضية ودروس التقوية وعلاج اللاعبين. دروس التقوية بعد يعني إذا كان هذا البند موجود يفترض من الهيئة تراقب بالاستثمار. قصدك بالاستثمار، بنود الاستثمار، الصرف من الاستثمار. ما أدري لحظة ما أدري بعد هذه يخصص 10% من عائد الاستغلال السنوي لسداد ديون الهيئة الرياضية ويصرف باقي إيرادات الاستغلال. لا الإرادة هذا من إرادة الإرادة. زين يفترض الهيئة تراقب الموضوع صح؟ يعني إذا كانت الأندية تأخذ الموضوع بطريقة أخرى أو الصرف عندها أولويات يفترض أن أوجه الصرف تراقب من الهيئة. أكيد. صحيح؟ مفروض. فبالتالي إحنا ما أدري نوجه عناية الأخوان في الهيئة موافقة لها لأنها البنود موافقة المفروض تراقب. لا حتى لو بتراقب أنت شنو بتسوي البند هذا بعدين بكل جمعية عمومية البند هذا يقولون حق الهيئة إن هذا البند شلناه حطيناه حق مثلا هي المفروض يعني المراقبة بمعناته ترفض. إيه مفروض ترفض. إيه يعني بس هم على أساس إن إحنا نمشي على البنود. هذا معنى المراقبة. زين يعني يا جماعة الأساسيات والله أساسيات الموضوع، يعني لازم تشعرون بشعور ولي الأمر اللي عنده 3-4 لاعبين وبعدين ما يبي يطلع ولده بأقل من زملائه، بتقول لي في يعني رخيص ولابتين رخيصة وتجهيزات رخيصة. ما يصير يا جماعة والله ما يصير، يبي أحسن شيء. شلون تقنع ولدك لا والله أخذ هذا عشان والله أنا ما عندي. طيب عندي خبر من نادي النصر، الأخ فهد هايف دحاني أعلن استقالته في تغريدة، وخلنا أقرأ لكم التغريدة. يقول بعد الفوز المهم اليوم للفريق أمام الساحل والبقاء في الممتاز، تقدمت باعتذاري لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الاستمرار مع الفريق وذلك الظروف الخاصة، شكرا لجميع من عمل معي سواء أجهزة فنية وإدارية وطبية، ولهم جميعا محل التقدير والاحترام وشكر خاص لأخوان اللاعبين الأبطال، شكرا من القلب. أوكي يعني هذا اتفضل. طبعا أنا الخبر تفاجأت فيه صراحة منك الحين. أنا أعتقد أن فهدايف ما قصر يعطي العافية، ونقول له مشكور ما قصرت، كفيت ووفيت، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله في حياتك المستقبلية. ما في شك أنه بقاء النصر ممتاز صدق، مو هذا كان طموح، لكن تعرضنا شوي لمشاكل في الموسم، لكن وصلنا لبقائنا في الممتاز شيء يحسب له، وان شاء الله نتمنى له التوفيق ان شاء الله في المستقبل. هو مع العلم قبل المباراة سأل زميلنا اعتقد محمد صلال يوسف بن هندي، سأله وقال لا ما في شيء من هالقبيل، ما في استقالة.
فبالتالي وكأنه يعني كان متوقف على نتيجة المباراة، نتيجة يعني نجاح نادي النصر بالبقاء. وائل عندك تعليق على موضوع استقالة فهد هاي؟ والله الله يوفقه إن شاء الله. أنت تشوف إن يعني توقيتها؟ والله هو أدرى ظروفه، أنا ما أدري يعني شنو. ما تتعلق. يمكن ما تتعلق أنت. لا يمكن إنه شاف إن النصر خلاص قريب عند الممتاز. ويبي يوصل غيره. توقيته واضح يعني إنه بعد ما فاز الفريق ضمن تقريبا. يعني لو مو فايز إيه يعني واضح. يمكن ما يبي يشكل ضغط على اللاعبين يعني. عموما أبو طلال يعني أنا عملت وياه شخصية من شخصيات المحترمة إداريا. واتمنى له التوفيق في اي مجال. الله يوفقك ان شاء الله. طيب نروح حق المباريات الربع. المباراه الاولى اللي نتكلم عنها شنو يا اصدقائي؟ لان كانوا المباراتين في نفس التوقيت. يستاهلون النصر. النصر يستاهل. تصويت. يستاهلون النصر. تصويت. النصر يستاهلون. انا بسليمان موجود نصر. مالك كلمه عند بسليمان. لا يستاهلون النصر خلاص. لازم ناخذ الراي الاغلبيه بعد. انت ديمقراطي. لا احنا كلنا خذينا. زين انت اخذ بعض التغريدات وبعدين يشوف. هذا ضامن يقول خذينا يعني. شنو اللي موجود؟ كل شيء موجود. بسليمان قال النصر، واحنا نمون على المشاهدين ونمون على الانديه كلها. يلا عشان ثلاث تغريدات محمد لو سمحت. ثلاث. سعد الصالح يقول السلام عليكم تحيات الجميع، ما هي اخبار اعاده مباراه الكويت وخيطان تحت 16 وقد خصص البرنامج وقت مبالغ فيه لهذا الموضوع؟ لعبوا اعتقد لعبوا لعبوا نتيجة عندك 3-0 الكويت، فازوا الكويت. صالح سويدان يقول ابو شاهد مهما كان محمد ابراهيم يعرف اللاعبين لكن صعبه جدا نطالبه بالدوري لعدم توفر اللاعبين بسبب الاصابات. هني صباح زيد يقول او زايد يقول بنياك عمل نقله لنادي القادسيه وذهب به الى الستة الكبار، عمل تشكيله ثابته وقدم مستويات قويه ونتائج ايجابيه. اختيار محمد ابراهيم في هذا التوقيت بعد هزيمته من العربي حتى لا تطالب الجماهير بعوده فواز الحساوي. محمد ابراهيم سيفقد تاريخه مع القادسيه، خلل الفريق من الإدارة وليس من المدرب. المباراة الأولى اللي بنتكلم عنها النصر والساحل بناء على رغبة صديقنا العزيز جواد سليمان. يستاهلون كلهم بس أنت طلبت هذه ما نقدر نردك. النصر والساحل. دخل الساحل الأخير ضيفا على النصر بملعب علي الصباح السالم في مشهد لمنصة كبار الحضور بدت فيه من سبعينيات القرن الماضي. الساحل بطموح الفوز ولا غيره يريد تحسين مركزه أمام صاحب الأرض النصر الذي يريد أن يقطع شوطا كبيرا نحو ضمان الاستمرار في الدوري الممتاز بحال فوز اليوم. ومع صافرة الحكم عمار اشكناني الساحل أكثر حضورا وإقناعا بالشوط الأول، وجوفاني البرازيلي يسدد خارج منطقة الجزاء لكن خليفة رحيل كان بالمرصد. جيوفاني من جديد يفسد على فريقه فرصة التقدم بعد أن أساء التقدير أمام مرمى النصر. مرة ثالثة البرازيلي جيوفاني لم يستغل هذا الخطأ من مدافع النصر روبن بعد ردة فعله البطيئة، ليرد عليه ابن جلدته جوستافو بإهدار فرصة مؤكدة للتسجيل ارتطمت بقائم الحارس عبد الرحمن المجدي. الساحل ما زال هو المسيطر والأكثر فعالية وكاد أن يتذوق طعم الشباك، لكن ضاري الرقم عاندها الحظ في هذه الفرصة مهدرا التقدم لفريقه. لينتهي الشوط الأول كما بدأ سلبي النتيجة. بالشوط الثاني دخل النصر المضيف بشكل مغاير وكان قاب قوسين أو أدنى من أن يكون له سبق التسجيل لولا العارضة التي منعت محمد عبد الهادي من التسجيل. ومن هجمة مرتدة سريعة توغل بها محمد دحام وصلت لسلمان بورمية الذي سجل هدفا للنصر سرعان ما ألغاه الحكم بداعي التسلل. لم يكتفي الساحل بالوقوف متفرجا أمام استحواذ النصر وأراد راشد المطيري أن ينقذ فريقه من الركود بالأداء بالشوط الثاني دون جدول. وفي اللحظات الأخيرة من زمن اللقاء البديل الأردني أحمد سمير ينجح في وضع النصر في المقدمة معززا آمال النصر بتأكيد البقاء مانحا العنابي فوزا ثمينا قضى من خلاله شوطا كبيرا نحو البقاء بدوري زين الممتاز. كرة الأمامية انفراد الهدف وجول. مبروك للاعبين ومبروك للجهاز الفني والطبي والإداري ونشكر مجلس الإدارة على حصد النقاط. يعني وصلنا ل 90% من بقانا في الدوري الممتاز ولله الحمد، وهذا اللاعبين ما قصروا، هم
دشوا المباراة بكل عزيمة والإصرار وكلمناهم قبل المباراة أهمية المباراة ولا الحمد 3 نقاط وشفت الفرحة أنت بعينك يعني الحمد لله مشكور. تداولت أخبار عن تقديم استقالتك سيد؟ والله لحد الحين ماكو شيء، تونا احنا تونا خلص المباراة ونبي نفرح مع الشباب ومن بعدها كنت موجود كنت رايح الكل فيهم خير والبركة إن شاء الله. نبي شيء حصري للبنسنتر؟ والله ماكو شيء للحين حصري، لا والله ماكو شيء، الحصري طال عمرك الفوز 3 نقاط وبقائنا إن شاء الله بحيل الله في الدوري الممتاز الموسم القادم. أكيد هاي المباريات بيكون في عليها ضغط أكثر، مو مهم المستوى الفني قد مو مهم الـ3 نقاط يعني. الحمد لله فزنا وحققنا 3 نقاط المهمين، وان شاء الله يا رب يعني قربنا اكثر من البقاء، وان شاء الله يا رب هيك المباريات الجايه بتكون نلعبها باريحيه اكبر. قاعد نلعب مستوى طيب ومستوى ممتاز، والدليل ان الناس بيصرفون على المستوى، بس بالنهايه انت تبي النتيجه، كره القدم انت تحتاج النتيجه وخاصه بالدوري، حتى لو ما تلعب جنبك بس تحتاج 3 نقاط، بس احنا ما قاعد يعني ما قاعد ناخذ 3 نقاط، بس قاعد نلعب اللعب الزين وقاعد نطلع بدون نقاط، وهذا شيء مو زين كره القدم. الحمد لله ان شاء الله نقدر نقول ان شاء الله نضمنين باذن الله، بس هذه مهما كان كره قدم حسابيا ممكن، بس هذه كره قدم ان شاء الله نقول باذن الله انه راح يكون القادم افضل واجمل، وان شاء الله راح يكون نادي النصر مثل ما عودنا او شارع رياضي راح يكون قوي في المواسم القادمه باذن الله. شكرا يوسف بن هندي على هذا التقرير، الف مبروك لنادي النصر، هذا نادي الساحل هذا فيما يتعلق بالنتيجه، وايضا مبروك لنادي النصر شبه اكيد يعني بقائه منطقيا، لكن على الورق لا للحين يبيله، اللي ضمن من الاربعه هو نادي الجهره. شفتوا طبعا اللقاء مع الاخ فهد هايف وقال لا للحين ما في شيء، اعتقد انه يعني كسر حساباته وشاف هذا الوقت المناسب، الله يوفقه اذا كان هذا قراره. وقلنا راينا او راي الكباتن في مساله استقالته. خلونا ارجع حق المباراه وتفاصيل المباراه، عندنا حالات التحكيم، اعتقد في حاله واحده يعني كانت الهدف صح؟ الهدف الملغي، خلونا نشوف الهدف الملغي واذا احد ما يتفق مع القرار ايش رايكم يا شباب؟ أوفسايد. أوفسايد. متفقين. نعم. أوكي. إذن هذا الخط واضح يعني. أوكي. متفقين. في اعتراض يا أخوان؟ نعم. متفقين. ظاهر العدواني مبروك. الله يبارك فيك وشاي. تقريباً ضمن، تقريباً ما ضمن بشكل رسمي لكن ضمن نادي النصر. طبعاً في البداية مبارك حق فريق نادي النصر، لاعبين وجهاز فني إداري مجلس إدارة. قول هارد لك فريق نادي الساحل، ما في شك طبعا بنسبه كبيره تتعدى 90% تقريبا النصر تقريبا ضامن في البقاء في الممتاز. نتمنى ان شاء الله نكون في المواسم القادمه ان شاء الله مستوى احسن ونتائج احسن ان شاء الله في المباراه. العوده للمباراه، انا اعتقد ان صعوبه المباراه تكمن في ان الساحل يعتبر هذا اخر امل له في انه يلحق بالفرق والجهره والنصر في المباراه، والنصر انه يحاول ياخذ 3 نقاط عشان يرتاح بنسبه كبيره انه يكون من ضمن الفرق اللي تبقى في الممتاز، هنا تكمن صعوبه المباراه، لكن المستوى الفني انا اعتقد للمره الثانيه اعتقد انه ما ارتقى للمستوى المطلوب او الفني، في بعض الهجمات الخطره يمكن حتى الفرص في فرص لكن فرص محققه تكاد تكون واحده او اثنتين حتى حق الفريقين يعني. لكن بشكل عام المستوى انا وجهه نظري المطلوب الحين 3 نقاط في ظل الاوضاع اللي قاعد تصير والضغوطات واللي صار، انا اعتقد 3 نقاط مهمه جدا على اساس انه يكون النصر من ضمن الفرق اللي في الممتاز. المستوى الفني انا اتوقع ممكن بعد ارتياح النصر وضمانه تقريبا البقاء في الممتاز بنسبه كبيره، المفروض انه او اعتقد انه ممكن يتطور المستوى الفني اكثر من كذي ويبتعدون اللاعبين عن الضغط اللي موجود المفروض اذا كانوا يحسون في الضغط. المباراة بشكل عام ما ارتقت المستوى المطلوب اللي يعني نقدر نتكلم عنه فنيا كثير، لكن في فترات كان الساحل افضل صراحه في المباراه، في فترات كان النصر افضل مباراه، لكن بشكل عام انا اعتقد وجهه نظري ان النصر استحق 3 نقاط في المباراه وانه يكون ان شاء الله من ضمن الفرق اللي في الممتاز. ابو طلال يعني ما زيد على ابو، احنا قاعد نشوف مبارتين، قاعد ننتقل مباراه الجهره ومباراه النصر بنفس الوقت كانوا، لكن في يعني في بدايه المباراه يمكن انا كنت اتابع مباراه النصر الساحل
في اول عشر دقائق ركزت على مباراة الجهرة طبعا. اي بس في اول عشر دقائق بما انها بدأت قبل ترى لعبة الجهرة. اول عشر دقائق 15 دقيقة كان الساحل واضح انه مثل ما تفضل ابو انه رامي بكل ثقله في من ناحيه الهجوميه على اساس انه يخطف هدف على اعتبار انه الامل الاخير اليوم للساحل انه يطلع في نقاط المباراه الثلاث، وكان اكثر يعني ايجابيه في الرغبه وفي محاوله التسجيل. النصر استغل، واضح انه استغل من خلال الهدف ومن خلال حتى الهدف الملغي انه كانت هناك مساحات كبيره استغلها النصر بشكل جيد، لان الساحل رامي بكل ثقل مثل ما قلت لك في ملعب فريق نادي الساحل، والنصر يمتلك مهاجمين على مستوى عالي لاعبين سريعين، وهذا اللي استغله وشفناه. والف مبروك لفريق نادي النصر وهارد لك لفريق نادي الساحل. بدر بترك لك المجال تقول في ما تراه، لكن نادي الساحل اتمنى تعطي يعني نادي الساحل الفكره ان الكواتب تتكلم عن نادي النصر. نادي الساحل انا قلتها في بدايه الموسم يا اخي، نادي الساحل لغز، لاعبين زيني، العناصر المحليه محترفين لا باس فيهم، مدرب محمد هلي سان شاهدتي فيه مجروحه، يعني شبه متكامل. بس ما ادري هي يعني كره القدم معادله، ما ادري، يفترض نادي الساحل افضل من كذي، كل شيء فيه متوفر. كلامك صحيح، بس ترى نادي الساحل يلعب كره حلوه وجميله، هذا اللي قاعد نقوله، لكن يفقد خلاصه الهجمه، وهذه مو من اول، مو الان، طول الموسم تقريبا. يعني انت شفت هجمتين تقريبا انفراد واهداف، لكن ما عنده المخلص، وترى هذه ميزه مو سهل انك تحصل لك مخلص ينهي لك الهجمه، يعني توصل الى المرمى وما عندك اللي يخلص يترجم لك، فهذه مشكله. هذه يعني لازم يراجعونها ويشوفون لهم يا محل. بس كره حلوه، تلعب كره حلوه بس يعني يعني مو متكتل دائما. بالضبط بالضبط، بس يعني في جرأه، يعني هذه شجاعه محمد الدهليس كمدرب قاعد تنعكس على الفريق. مدرب جيد، ولكن العناصر جيدين، بس ما قاعد يبي له نقص، النقص هذا اللي هو الخلاصه. الخلاصه هذه لازم انت يعني يا انك تجيب لك محترف مميز، يا محل لاعب محلي مميز يعرف يدل المرمى ويخلص المجهود اللي قاعد يبذله الفريق. قاعد يلعب كره حلوه وقاعد يوصل للمرمى، لكن بالاخير ما قاعد يهدف، وهذه ترى مو سهله، وهذا اللي قاعد تطير منه النقاط. فانا ورد ونكرر ماهر، المستوى بشكل عام صاير من بعد الاجازه البدايه هذه كل المستوى العام نازل، وكذلك المنافسه الحقيقيه اللي كنا عايشين فيها الفتره الاولى على اساس ان نطلع سته الكبار قلت خلاص. الان المنافسه فعلا ان هني بقاء وهني لقب وما بقاء، لكن الروح ما كانت مثل بدايه الموسم، زائد يعني الفيفا دي قتل حلاوه المباريات. انا كسر رتم، يعني كسر رتم جماهيريا وحتى لاعبين، يعني حتى المستوى ما شفنا مباراه بعد الفيفا دي مباراه حلوه. زين عشان الوقت بدر ردني على المباراه النصر، شلون شفته النصر مستوى مو مستوى بدايه الموسم، في انخفاض، لكن قاعد ياخذ الخلاصه، يبي البقاء خلاص. وهذا الكل حتى الجهره كذلك نفس العمليه، يبي البقاء، وبعدين على الموسم القادم ربك يحلها بامور اخرى. لكن احنا نتمنى هالفرق ما ينظرون مو للبقاء، ينظرون للمنافسه، وعندهم الامكانيات. وائل تبي تتكلم عن المباراه هذه؟ اوكي خلينا نتكلم عن المباراه الثانيه. الف مبروك لنادي النصر، هذا لك نادي الساحل. ابي اقترح، يصير اقترح اقتراح كذي ولا اقتراحك بناء؟ تفضل. اذا بناء مو بناء اسكت. خاف مو بناء يطلع. مو بناء وبعدين يقولون هذه مو اقتراح. يعتمد على اقتراح قوله. لا يبا ماني لا لا اقول علقتنا انت. لا انا ودي بعض الانديه ومنهم الساحل يعني تركز على المحترفين اثنين، مو لازم خمسه ولا اربعه، اعلى مستوى، مع ان محترفين الساحل زينين، بس اعلى مستوى يعني قلب دفاع خلينا نفترض، يعني حط قيمه الخمسه بثلاثه او اثنين مثلا. اثنين صحيح. هذا حق اغلب الانديه اللي ما عندها الكلفه العاليه وخلاص. لان انا ليش ضربت مثال بالساحل؟ الساحل زين وعناصره المحليين ممتازين، يعني لو اثنين سوبر كذي ممتاز ممكن كلام صحيح. طيب مبروك لنادي النصر
شبه ضمن انه يبقى وهذا لك النادي والله نقول تسحب الاقتراح والله اسحب الاقتراح يا شباب ليش والله مو بنا مو بنا مو بنا صدق والله والله ما هي مشكله ما هي مشكله محترفين زين اي هو احسن يعني من سنوات طويله ما في لا لا بس فيما يتعلق بالمحترفين خمسه نص ونص مستوى ها ولا اثنين سوبر اخوي ما احنا اليوم نتكلم عن طموح نتكلم عن نتائج ما نتكلم عن انا فريق السنه هذه بالدرجه الاولى اللي بعدها بالممتاز اللي بعدها بالدرجه الاولى اللي بعد ما في صراحه اي طموح نسحب باكر يقولون باكر يقولون ماهر صار وكل لاعبين لا حبيبي نسحب نسحب وكانه لم يكن المباراه الثانيه اللي بنتكلم عنها مباراه الجهره والتضامن ايضا كان فيها اهداف كانت مباراه جميله خلونا نروح للتقرير لقاء لا يقبل القسمة على اثنين رفع بها الفريقين شعار الفوز ولا غيره الجهرة أول الأربعة المتأخرين ضد التضامن الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة وعلى أرضية استاد مبارك العيار بدأت مجريات الشوط الأول بتهديد أول للضيوف برأسية على مرمى الصعنون كان الرد للجهرة عبر محترفه القطري عبد الكريم حسن بركلة مباشرة تصدى لها الجناعي ببراعة الكلمة الأولى كانت للضيوف وعبر ركلة حرة أتى الهدف بأقدام محمد القبندي بكرة عانقة شباك الصعنون أعلن معها القبندي أفراح التضامن فاول ملعوبة على المرمى خطرة جول جول حمد القبندي حمد القبندي بيسجل هدف أنت ضامن من الكرة الثالثة سوء التقدير لازم صاحب الأرض ليضيع الجهرة سلسلة من الهجمات كادت أن تغير سير المباراة أتت الأولى من الغاني إساكا بكرة لم يحسن التصرف معها وأخرى من يوسف الرشيدي بعد تمريرة جميلة من عبد الكريم حسن ولعبة أخيرة جانبت مرمى الجناعي لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم للتضامن بهدف مقابل لا شيء دخل الضيوف الشوط الثاني حامل راية الفوز ليحصل على ركلة جزاء بعد أرغلة العنيزان تقدم لها النيجيري توني وسددها بنجاح حطها قول قول هدف الثاني لصالح التضامن استمر الحظ بمعاندة الجهراء بلعبتين أتت الأولى برأسية من البوسني آينس وركلة من عبد الكريم حسن على مرمى التضامن لم يفقد الجهراوية أملهم بحصد الثلاث نقاط فبدت الرومنتادا قبل نهاية المباراة بخمس دقائق ليسجل محترف الجهراء البرازيلي رودريجو أول الأهداف عبر ركلة جزاء رودريجو على التنفيذ لصالح الجهراء يعدل النتيجة رودريجو جول جول استمر الضغط الجهراوي وبعد تمريرة متقنة من عبد العزيز مروي سجل البوسني آينس رأسية لا تصد في شباك الجناعي ليحرز هدف التعادل كرة محاولة ناحية اليمين كرة عرضية تنحط الله وقبل نهاية وقت المباراة الأصلي والإضافي حصد الجهراء مرادة عبر ركلة جزاء تقدم لها البرازيلي رودريجو ليعلن الفرحة الجهراوية بحصد الثلاث نقاط وضمان البقاء مع الثمانية الكبار الحمد لله يا رب هذا فضل من رب العالمين واجتهاد من اللاعبين والجهاز الفني والإداري ومجلس الإدارة أن رجع الجهراء المكان الطبيعي بإذن الله احنا بصدد تكوين فريق من اللاعبين يعني عندنا أكثر من لاعب من صغار السن تكوين فريق يخدم النادي في السنوات القادمة إن شاء الله عبد الكريم حسن باضي عقده إلى شهر واحد الجاي لكن نشوف شو يصير يكمل ويانا إن شاء الله الحمد لله ثلاث نقاط مهمة الفريق الجهرة وتعبنا صراحة الله يعطي العافية اللاعبين كان الشوط الأول فقدنا التركيز لأن مباراة مهمة كان يبون الفوز تخيل هدفين وترد المباراة الحمد لله ركزنا الشوط الثاني غيرنا التكتيك أشكر لاعبين أشكر الإدارة باهتمام اللاعبين ومبروك فوز الجهرة وصعودهم للدوري الممتاز وهذا موقع نادي الجهرة وهارد لك نادي التضامن شكرا بسام العنزي على هذا التقرير الف مبروك لنادي الجهرة الفوز وايضا ضمان البقاء في دوري زين لأندية الدرجة الممتازة وهارد لك لنادي التضامن بس ملاحظة بسيطة يعني هذا يندرج على مباراة
نصر الساحل وايضا الجهره والتضامن. فوز النصر وفوز الجهره وضمان البقاء او شبه ضمان البقاء لنادي النصر ترى المفروض ما تتعاملون معامله الابطال صراحه، يعني ما عليه الكلام القاسي بس حقاني، يعني خلوني اكون حقاني بالنهايه، احنا مؤتمنين مو حق المجاملات ولا انتم حبايبنا، يعني تطيب الخاطر شيء والحق شيء ثاني. فانتوا بالنهايه السابع والثامن، يعني السابع والثامن حلو النجاح بس حطوه مكان الصحيح، يعني برافو عليكم انكم بقيتوا، برافو عليكم انكم انجزتوا المهمه، بس لازم نستوعب كلنا ان هذه مو بطوله، اللي سويتوه انجاز او مهمه كان عليكم انكم تقومون فيها وتتقنونها وتقنتوها، لكن هذه مو بطوله ابدا، يعني يفترض ان طموحكم اكبر. انا قاعد اقول هذا الشيء عشان احط الفرحه في مكانها المناسب. مبروك لاخواني الجهراويه واصدقائي وائل سليمان وسلمان عواد، مبروك البقاء ومبروك الفوز. طبعا بس اسف سليمان، ابو سليمان اقاطعك، في حالات تحكيم شباب؟ في بلنتيات، حالات تحكيم ثلاث بلنتيات معاي شباب، نشوفهم اي على ما اخذ راي اصدقائي موجودين. يا اسف وائل، ها نشوف الحالات هذه. الحاله الاولى ضربه جزاء ل او ركله جزاء لنادي التضامن، متفقين ولا في اختلاف يا شباب؟ متفقين. اوكي الحاله الاولى في اتفاق عليها، الحكم ما اعطى انذار ها ولا طرد، فتعتقدون في تحتاج انذار؟ لا او طرد؟ لا ما تحتاج. هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه هذه ضربه جزاء لنادي الجهره، ايش رايكم؟ بلنتي شلون؟ ضربة جزاء هذه؟ اي حاشته ايده ماشي بايده، هي هذه كاشف واضح، هذا ايده داخل بايده. اه ظاهر انا مو مبينه بالنسبه لي، هي ايده، لا في كاميرا من ورا واضح، هذه راح تبين، لا مو هذه، في كاميرا من ورا اوضح، كل الكاميرات حطيناها مالت البار اوضح، مو واضح قدامك ظاهر. بدر مبينه بلنتي، يعني بلنتي بشوف ايده طارت. وائل ضربة جزاء. سلمان اي ضربة جزاء. اوكي الحالة الثالثة، عندنا ثلاث ركلات ترجيح، ثلاث ركلات جزاء. الحالة الثالثة لا، هذا الهدف لا، هذا كان بيحسبه أوفسايد، انه عودة يعني من الأوفسايد اعتقد، لا ما فيها شيء، ما فيها شيء. اوكي هذه ما فيها شيء، ولا ايش رايكم فيها أوفسايد؟ فيها شك؟ ما فيها شيء، ما فيها شيء، مع انها صعبة يعني، قاعد عليها الحكم ترى، اي بس واضحة صعبة للأمان. الحالة الأخيرة أعتقد ركلة الجزاء الأخيرة، ها إيش رأيكم متفقين؟ نعم واضح. أوكي مبروك وائل سليمان، مبروك البقاء ومبروك الفوز. والله شوف يعني ما يرغى اليوم الفوز والصعود إلا كلمة مبروك. أولا نشكر الأخوان في مجلس إدارة السابق والأخوان في مجلس إدارة الحالي على جهودهم مع الفريق في هذا الموسم. مبروك انا اقول لا مو مبروك، لان بالاخير نادي الجهره انا اشوف انه مكانه طبيعي في الدوري الممتاز، فريق يستحق انه يكون موجود، فريق مر بظروف، فريق لعب وادى اداء مميز، ولكن ايضا هذا مو كافي ولا هو طموح نادي الجهره، ان احنا فقط نكون من ضمن الثمانيه اللي موجودين في دوري زين، اعتقد الدوري الممتاز، اعتقد ان نادي الجهره يطمح ان شاء الله الى المراكز المتقدمه، وان شاء الله انا واثق 100% على شغل الاخوان الموجودين في مجلس الاداره، الاخ طواري مدلول رئيس الجهاز، اعتقد ان شاء الله باذن الله راح نكون بالرغم صعب في المواسم القادمه ان شاء الله باذن الله تعالى. نتكلم عن المباراه بعد اذنك، المباراه بدايتها كفنيا يعني من بدايه المباراه لما تلعب في ثلاث محاور امام نادي التضامن، خاصه نادي التضامن يحتاج الى الفوز، يحتاج الى ان يدعم حظوظه في هذه المباراه على امل منافسه في الصعود، ولكن تلعب محاور رودريجو وعثمان الشمري وبدر العنزي، اعتقد انك فقدت قوه هجوميه ضاربه بالنسبه للهجمات العكسيه، بالنسبه لاختراق نادي التضامن، خاصه نادي التضامن معروف انه دائما ما يتلقى اهداف في كل مباراه، يمكن شفنا اليوم خلال اخر خمس دقائق كان الفريق متقدم 2-0 وتم تسجيل عليه ثلاث اهداف، فاعتقد الخساره اللي كانت في الشوط الاول سببها ثلاث
محاور في وسط الملعب، ايضا الظاهرين ما كانوا على المستوى المطلوب، ما شفنا نزعات هجوميه سواء من الناحيه الشمال او من الناحيه اليمين، ولكن تدارك الموقف في الشوط الثاني بنزول احمد عقيل بنزول عزيز مروي، اعتقد نوعا ما الفريق تحرك وقدر انه يسجل الفوز. ايضا وجود ترى كانوا فارقين احمد عقيل وابن العزيز، اي نعم كانوا، وحتى ابن العزيز اسعد ايضا هم بعد ابن العزيز اسعد صح، نعم كان اضافه للفريق في الشوط الثاني. اعتقد ايضا الكابتن سلام هادي قام بمجهود جبار في هذه الفتره وخاصه في المباراه اليوم، فاشوف انه فوز مستحق. دائما نادي الجهره لاخر دقيقه توقع منه، والله عبد العزيز اسعد انا ودي يعني ايضا ياخذ وقفه يستاهل صراحه. ليش انا قاعد اقول لك ثلاث محاور؟ المفروض ان عبد العزيز اسعد انه يكون في التشكيله الاساسيه من بدايه المباراه على حساب واحد من اللاعبين رودريجو او بدر العنزي او عثمان الشمري، ولكن وجوده على دكه البدلاء اعتقد ما كانت يعني مناسبه للفريق. ايضا اليوم نشوف يمكن حتى وجود عبيد رافع اضافه للفريق كان موقف في المباراه السابقه مع أن فوز الجهرة، ولكن أعتقد عبيد رافع يعطي إضافة لنادي الجهرة وللدفاع. أيضا أسعدني اليوم وجود عثمان الشمري، عثمان الشمري بدأ يأخذ على وضعه، بدأ يرجع نوعا ما إلى مستواه، شفت يمكن اليوم بالشوط الأول قبل تبديله كان لاعب مميز لاعب هادي. أيضا كابتن محمد بجية أنت من اللاعبين المميزين اللي كنا نطالب أنك تشارك اساسي، كونك اللاعب الوحيد اللي في نادي الجهراء كان بامكانك انك تضيف للفريق اضافه، لكن نقول ما يخالف خيرها بغيرها. ايضا يوسف الرشيدي من زمان مباريات كثيره ما شفناه يلعب اساسي، اليوم لعب اساسي واليوم كانت فرصته، ولكن تم استبداله ويا محمد بجيه في منتصف الشوط الثاني. نتمنى من اللاعبين هذول اللاعبين خامات مميزه تشدون حيلكم وتكونون اضافه للفريق، وانا واثق باذن الله انكم راح ترجعون لمستواكم في اقرب فرصه. سلمان، أول شيء ألف مبروك لفريق نادي الجهرة، مجلس إدارة، ألف مبروك لأخوي خالد جار الله، الأخ طواري مدلول، الأخ عزيز مدلول، حمود ملفي، كل اللي سلامة هذه، كل من قام على 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 يعني تجهيز هذا الفريق وكانوا خلفه، ألف مبروك لهم، لاعبين محبين لفريق نادي الجهرة، جمهور نادي الجهرة، محيطين بنادي الجهرة. للامانه يمكن المباراه ما كانت يعني فنيا مثل يعني ما كانت بعيده عن مباراه يمكن النصر، وشفنا المباراه اغلب يعني اللعب كان في وسط الملعب، والدليل ان الاهداف تسجلت كلها من اخطاء يعني من ركلات ثابته ومن يعني من ركله ثابته وثلاث ركلات جزاء. لكن اعتقد ان الضغط اللي كان بين الفريقين على اعتبار ان مباراه الجهر اليوم هي الفيصل في بقائه في الدوري الممتاز، بالنهاية ألف مبروك جميع اللاعبين. لكن كنت أتمنى أن الجهرة ما يكون ويا الأربعة، كنت أتمنى ويستحق أنه يكون مع الستة. أنت اليوم لو تشوف جدول الدوري ترى جدول الدوري اليوم الجهرة فرق عن الثاني في الستة نقطتين. بس ما تحسب لا لما تقول يعني لما تقول هذا مو إنجاز، مو يعني هذا مو ذنب نادي الجهرة، ذنب من وضع هذه المسابقة انه حطه في هذا القالب، انه ينجح اليوم يوصل الى 29 نقطة والنصر يوصل الى 27 نقطة، وبالنهاية انك بس بقيت وين ما حقق النقاط هذه بالبداية. انا اقول لك انت لو يعني في اقتراحات كثيرة، احنا الوقت الحين يمكن 2:05 ما نبي نتكلم، هذا نفتح له حلقات، لكن بهذا يعني الوقت نقول للجهرة ألف مبروك، نتمنى لهم ان شاء الله مواسم بإذن الله مواسم جيدة. الجهرة يمتلك لاعبين على مستوى عالي جدا، يمكن ما أبي أذكر اسم أخاف أنسى اسم أو يروح مني اسم، لكن بشكل عام يمتلكون لاعبين على مستوى عالي جدا وصغار بالسن. أنا أعتقد أن الفترة القادمة راح تكون مثل ما تفضل أخوي أبو سليمان بوجود رجل يعمل بشكل كبير جدا مثل أخوي طواري مدلول. أنا أعتقد أن الجهرة ما راح يكون رقم سهل في المواسم السابقة والقادمة.
لا يعني انت الحين انت كنت هالدوري الحين لحظه انت فتحت لي عاد موضوع انت تبين نسولف احنا قلنا مبروك انت قاعد تحرش فيني من اسمع انا بقول لك شغله تكفى انت اللي تكفى والله كلمه تعطيني ورا اي والله كلمه انت قلت راح يكون رقم صعب في المواسم السابقه انا قلت سابقه اي قلت لك القادمه عموما بس الله ظلمت شوف انا بقول لك شيء انت الجهره لما تقول الجهره والنصر ما ينطبق على الجهره ما سالتك انا الحين ما ينطبق على الجهره صلحت لك ينطبق على النصر احنا كلنا نقول حتى في اللقاءات اللاعبين قال لك المهم الثلاث نقاط والمهم الثلاث نقاط احنا خذينا الثلاث نقاط قعدنا باقي اربع جولات عدل انت تتوقع انه المستوى راح يرتقي انا اكد لك انك راح تشوف مباريات سيئه وسيئه جدا على المستوى الفني وما في ضغط على اللاعبين تاديه واجب مباريات تاديه واجب يعني مباريات راح نشوف الاسبوع القادم واللي وراه واللي وراه واللي وراه لا تطلع الساعه انت تتحرش فيني عدلت لك بس انت قلت رغم صعب المواسم السابقه قلت لك القادمه بس مو سابقه راح يكون الرقم الصعب في المواسم بس شكرا السابقه صلحت لك بس لا مثل ما قالوا الكوابتن يعني كفوا وغطوا مباراه ما كانت فيها متعه وكانت كلها اخطاء والاخطاء تولدت فيها اهداف لكن المتعه الحقيقيه لحد الان ما قاعد نشوفها الكيرف نزل وايد نزل كمستوى عام هنا لازم نراجع نفسنا حق الموسم القادم ما راح تشوف شيء لا لا نراجع نفسنا على الاشياء اللي نعدلها اللي انت قاعد تذكرها كلامك منطقي خلاص لازم تعدل هذه جزء من الاخطاء اخطاء الفكره اللي احنا قاعد عايشين فيها خلال الاشهر هذه اللي هو البطوله انت ليش تشوفها خطا يعني ليش تشوفونها خطا لا لان في داون يعني في وايد في فده يعني انت قلت قبل لا لا ما تكلم عن لا 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 عن الرتم ما تكلم عن الرتم تكلم عن المسابقه اذا تكلم عن نظام المسابقه ايه؟ نظام المسابقه انت ما يناسبك سلمان ما يناسبك في كثير يشوفونه بالاخير شنو بالاخير انك تقيم اوكي تقيم بعد تقيم الان الحين بينتهي الموسم انت تقيم تشوف الاخطاء شو تعدل فيها كفكره بس انتوا حكمتوا سلمان حكم وانت حكم انا قاعد اقول لك دائما انت تشوف ان هذا السبب في انحدار المستوى او تقليل المستوى لا لا انا المباريات هذه اللي فاتت الحاليه انا قاعد اقول لك في هذا خلصنا منه خلصنا منه بس انا اتكلم كالاخطاء اللي يكون على كنظام المسابقه لازم تراجعه الان لازم دوري واحد اربعه بالنسبه لهم انتهى الدوري لما يشوف الدرع طال عمرك مو لا لما لا لا لما الجهره يضمن البقاء يخلص دوري على كيف ماهر ماهر انا قصدي فئه معينه فئه اللي بالوسط الان منو بياخذ دقيقه منو بياخذ دوري الكويت منو بياخذ الدوري على اساس حكمت لانه فارق بعيد الكويت وكم نقطه الحين باجي ما تفرق تقريبا الحين باجي 26 نقطه ما يفرق ما تفرق بتحديد اللقب لا صعب على الكويت صعب لك مو على الكويت ما تفرق بالمنطق بالمنطق بس خلاص تكلم عن زين طيب بالمنطق الورق لحظة يا حبيبي بالمنطق النصر والجهرة جدار 15 نقطة ممكن يوصل الثاني انت اذا بالمنطق انت تبينا نطلع نحكم بس منو الاقوى كذي ما نتكلم لا على الورق ولا على المنطق ما يصير اوكي في اخطاء تغير المسابقة لازم يعني التجربة هذه اي تغير ما تستمر توقف ولكن فيها ايجابيات فيها ايجابيات وفيها سلبيات ما نصف احنا الكل ايجابيات نتكلم عن اخطاء ولا كذا وكذا احنا دائما تصيد اخطاء تصيد السلبيه لا 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 خلت انتهي المسابقه خلت انتهي المسابقه وبعدين نغيم الاتحاد يغيم احنا هني نغيم نشوف الايجابيات ونشوف السلبيات بس من الحين اقول والله خطا واقول كذا كذا شكرا 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 ايجابيه هذا قاعد نقوله الحين احنا الان المنافسه انحكرت في السته والتحت انحكرت المنافسه للصعود اللي بالوسط الان اربع لعبات قاعده بالبيت تعتبر خالصه انت هذه هني انت لازم تراجعها نظام الدوري السابق كانوا اثنين صعدوا اثنين وثمانيه قاعدين بالبيت ثمانيه قاعدين بالبيت انا اتكلم فهمني اللي بالوسط الاربعه هذه لازم مراجعه فيها يسوي لهم ما تقول الان شو يسوي لهم باي دوري بالعالم في اربعه قاعدين ما اختلف معاك بس انا اتكلم انت الان اربع لعبات مقادمه تقريبا خلاص ميته بالنص انا اتكلم المرحله اللي بالنص اللي هو الاربعه هذه قيمها ممكن بعد نهايه الدوري بعد نهايه الدوري يسوي افكار عليها جديده إيه؟ احنا اختلافنا وينكم حكمتوا إن لا ما حكمنا احنا إيه؟ ما حكمنا انت ما حكم في بعض الاخوان هنا بالبرنامج ما اقدر اذكر اسماء بدون ذكر اسماء بعض الاخوان حكموا بدون ذكر ما ذكرت اسمك ما ذكر لما ذكر اسمك ما راح حكم بدايه نهايه الموسم ظاهر عشان نخدم الظاهر انا بس بالنهايه بس نقول مبروك نادي الجاره ومبروك اخوي ابو ناصر طوال مدلول مجلس اداره واعتقد ان الجاره الحكم على مجلس اداره والجهاز الاداري اعتقد في الموسم القادم لانه استلم المهمه ولا يحاسب عليها ولا يقيم انه عمل ولا ما عمل لانه استلم تركه
السنة الموسم الجاي بتحضيراته يعني يقيم عمل الجهاز الإداري والفني، ونتمنى لهم التوفيق. بالنسبة لنظام الدوري أنا وجهة نظري أن النظام ناجح، سيء الوحيدة أو لا شغلة أنه ممكن نظام النقاط، وهذا ممكن يعني اللي يعني مثلا ممكن مثلا النصر والجهرة ممكن نقاطهم أكثر من فحيل والسالمية وكاظمة، هذه ترى بس هذه ما لها شغل بالمستوى الفني. أنا يهمني بالنهاية أن يتطور المستوى الفني للفرق وتزيد المنافسة، المنافسة مشتعلب مع كل الفرق. المواسم اللي طافت نلقى اثنين يلعبون على الدوري واثنين على الهبوط، واللي بالنص مثل ما قلت انت كبر المخدة. بدر اللي قال لا نايمين؟ ثمانية نايمين. لا قبل. قبل أربعة قاعدين نايمين. نتكلم عن الأربعة. الحين ستة نايمين. قبل ثمانية نايمين. لا مو ثمانية. لا مو صحيح. من كان يتنافس على الدوري؟ لا دقيقة. من كان يتنافس على الدوري؟ بشهد. كان الكويت وكان سالمية وكان القادسية وكان العربي. المواسم السابقة. وكاظمة. كم أذكر الدوري كم خذوا مرة سالمية وكم مرة خذوا كاظمة؟ المنافس. آخر عشر مواسم. أنت تقول منافس. منو ستة نايمين؟ منو ستة نايمين؟ منو ستة نايمين؟ الحين؟ إيه منو؟ راح ينامون. لا ما في لا لا هذه مباريات حساسه الاسبوع الجاي راح كل لا لا كل فريق يهم الفوز صراحه. ليش اقول ما اذا في ايجابيه نقول اذا في سلبيه نقول سلبيه ننطر نهايه الموسم ونشوف. لا انا اقول نظام حتى الان نظام نظام ناجح. هي وجهه نظر بس سلمان يحب دوري مشاكل. سلمان بعد سلمان عموما وصلنا الختام. اشكركم بدر امير شكرا، وائل شكرا، سلمان شكرا، ظاهر شكرا، شكرا للجميع. انا عندي علي الفاضل هي مخرجنا يقول الا تبارك حق مدريد. هو باركنا بدايه الحلقه مبروك يا مدريد. يعني الحين بريز قاعد يشوفنا يعني مثلا يقول لك بريز اذا تشوفنا، وعلي الفاضل اللي مخرجنا يقول لك ما نبي الشامبيونز. يقول الا تبارك بنزيما تسحر طالعنا بنزيما قاعد يسحر. اوكي وصلت الختام، شكرا للجميع. باكر ان شاء الله نلتقي في برنامج مستنتر اسبوعنا الاخير.